كيفاش تدخل ارباح بشكل يومي وباقل مجهود في مجال اللي كبير بزاف. وكذلك في هذا الفيديو كاين مسابقه ديال الدعم ديال القنوات، انما ماشي اي دعم، انما نكملوا لكم شروط ديال تحقيق الربح. الشخص اللي يربح فيكم ولا الاشخاص اللي يربحوا فيكم تعرفوا كل شيء في الفيديو، غادي نحققوا لهم شروط ديال الربح في القنوات ديالهم، يقدروا يربحوا من القنوات ديالهم اذا ربحوا في هذه المسابقه. السلام عليكم، كيف الاحوال ديالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. متحمسه اليوم علاش؟ حيت كنت متحمس بزاف ملي كنشارك شي حاجه اللي كتعجبني، شي مجال اللي كيعجبني واللي انا خدامه فيه الحمد لله، وكنشارك معكم كنكون متحمسه اكثر واكثر. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم احد الافكار الرائعه ولا احد المجالات اللي كبيره وانا خدامه فيهم شخصيا. واليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديالي انا شخصيه اللي خدامه بها وكل شيء بالتفاصيل ان شاء الله. الحاجه الثانيه اللي محمساني اكيد هي المسابقه. علاش؟ حيت تستافدوا منها بزاف. المسابقه ديال اليوم هي نحقوا الشروط ديال شخص منكم انتوما. هي شخص واحد تقول لي فاطمه علاش ما عملتيش ثلاثه تجينا بزاف، مع انا كنشر نهار هي نهار لا، فثلاثه ديال القنوات تجينا بزاف وتكون علينا خدمه بزاف، وما هكا ما نقدروش نستمروا في هذه المسابقه. لهذا اخترنا اننا شخص واحد يربح في هذه المسابقه نحقوا له الشروط ديال تحقيق الربح 4000 ساعه و1000 مشترك ان شاء الله، ويقدر يدخل الفليسات من القناه ديالو. فقط انك تشارك في القناه، تفعل جرس التنبيه، تعمل لايك لهذا الفيديو، وكذلك اكتب لي تعليق فيه الراي ديالك على هذا الموضوع، على هذه المنصه، ولا على هذا المجال اللي نشاركوا معكم اليوم. ان شاء الله نختاروا واحد منكم وهو اللي يربح. المهم الفكره ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المجال اللي كبير، لكن كمبتدئين ولا اللي متبعيني عارفه انه اذا جيت نيشان وشرحت لهم داك الخدمه ديالي اللي كندير انا دابا يعني 100% اديهم بزاف، فقلت ضروري نمشي معهم خطوه بخطوه نوري لهم انني كيفاش كنقدر نحقق واحد الارباح بشكل يومي ان شاء الله، وبواحد الطرق اللي كنقلل من المجهود ديالي. يعني ماشي ضروري نخدم 24 ساعه ولا مع شحال من ساعه في النهار، انما كنقص شويه ديال الوقت وكتعاون انني بعدا نحقق ارباح واخا ماشي بواحد المجهود اللي كبير ولا فواحد الوقت اللي طويل بزاف. فدابا انقزوا الحاسوب ديالي باش نشرح لكم كلشي بالتفاصيل، وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الهواتف ديالهم يتبعوا معايا نفس الشيء. فحال الحاجه اللي كاينه في الحاسوب كاينه في الهاتف. انا علاش نشرح لكم الحاسوب؟ باش تبان لك الشاشه كبيره فقط. المهم دابا بلا ما نطول عليكم يلا بينا على بركه الله للشرح. ما تكيو في الرابط اللي كاين في صندوق الوصف طلع لكم الواجهه على هذا الشكل. اجيو هنا اول حاجه خصنا نديروها طبعا هي نسجلوا. اجيو هنا ساين اب، هنا نجيو نختاروا يا نسجلوا بالايميل ديالنا يا برقم الهاتف، كتمن الباسورد ديالك كتوافق على الشروط، وهيدا كتكون عندك حساب ديالك. يقدر يوصلك واحد الرساله في الايميل ولا في التليفون باش يفيريفيو. صافي حدك هنا، وراها نمشيو نفتحوا الحساب ديالنا باش ندخلوا نشوفوا الطريقه الصحيحه باش نخدموا هنايا. المهم انا اليوم ان شاء الله غادي نركز لكم على جوج حاجات. اول حاجه هي كوبي تريدين وكيفاش نربحوا منها ونستغلوها ونربحوا بها في وقت قصير، وكذلك ثاني حاجه اللي نخدموا بها هي البي تو بي باش نعرفوا كيفاش اننا نسحبوا فلوسنا بسهوله، وكذلك نودعوا الفلوس بسهوله وبدون اي مشاكل يوصلوا لنا حتى الحساب البنكي ديالنا. ملي فتحت الحساب ديالي فكيطلع على هذا الشكل. اول حاجه نمشيو ليها هي الكوبي تريدين، فهي اللي قلت لكم نركزوا عليها زي البي تو بي. فهاد الكوبي تريدين هي نسخ الصفقات، كتجبر بزاف ديال الناس هنا اللي كيكونوا ديجا هما عندهم هذا المجال وكيديروا صفقات، يعني ماشي يجيو حط صفقات هنا والناس يتبعوك يعدلوك نسخ الصفقات، انما خصك تكون واحد محترف، شخص محترف في هذا المجال. كما كتشوفوا هنا كيعطيك يعني تقييم ديالو 81% 98%، فاحنا من الاحسن نمشيو عند شي واحد اللي 100% واللي يكون كذا و90، يعني كذا و90 كيعطيك هنا شحال ديال الناس اللي شحال البروفيت بعدا دار في هاد 7 ايام هادي في هاد السيمانه، شحال ديال الناس عامله الكوبي تريدين الصفقه ديالو. تخيل هنا 3368 شخص، هنا شحال ديال البروفيت اللي كيدير. فهنا انت كتمشي كتبقى تشوف كتختار الشخص اللي يناسبك. إيه هنا كتجبر فول، يعني هادو الناس عامرين ما تقدرش انك تاخذ من تزيد تعمل نسخ الصفقه ديالهم. نشوفو هنا في لي باج اخرين، ها هي هذا بحال هذا الشخص هذا 42، هذا ضعيف بزاف ما نقدروش اننا ننسخو الصفقه ديالو. هذا مزيان، هذا 100% وكاين 2678 واحد اللي متبعو.
ولا شحال طوطال ديال تريد 428 كيجيونا كنسكيو في كوبي. هنا كنوافقوا على الشروط ديالو، ضروري تقراوهم، انا سكيبيتهم دغيا ولكن نتوما ضروري انكم تقراو هاد الشروط. هنا كتختار باش مثلا العمله ولا ازواج ديال العملات بحال انا الليتكون واليو اس دي تي، نختار هذا هو اللي دايرهم يعني كي تريدي في هاد العملات هادو. بحال مثلا انا نقولوا نختار الليتكون واليو اس دي تي، هنا نختار شحال الافيراج انا نخلي من 1 ل 10. هنا كذلك هنا نسكي، هنا كنديروا البورسونتاج ديالنا، وموراها خصك تعمل شحال ديال البالانس هنايا وتترونسفيري البالانس ليلو باش هو يبدا يخدم به، وكتمشي كتعمل نيكست، وهنا صافي هو كيبدا يعمل ديك الكوبي تريدين. موراها كتسال الصفقه كتوقف وانت كتكون خديتي الارباح ديالك. المهم الواحد ما يتسرعش يقرا الشروط ديال هاد الشخص هادو، حيت كيكون ديجا عامل باش انك تكوبي الصفقه ديالو شحال يربح معاك، واش يربح معاك مثلا 10% من البروفيت ديالك ولا شحال، وكيتريدي بفلوس ديالك. هذه هي الحاجه اللي بغيتكم تركزوا عليها. موراها كاين واحد الحاجه اللي واعره بزاف، هي البي تو بي. علاش انا كتعجبني البي تو بي؟ وعندي بالنسبه لي خصها تكون واحد الحاجه اللي مهمه في المنصه باش انني كنعرف كيفاش نسحب فلوسي توصل بهم حتى الحساب البنكي ديالي، فهمتيني؟ يعني اما بديك الطريقه ديال نسردو من هنا نسردو من شي منصه اخرى فهاديك مضيعه ديال الفلوس والسلام. فهنا غنمشيو البي تو بي، راهي كما كتشوفوا بي تو بي تريدين نجبرها في الباي كريبتو. فهنا كتعمل يا باي يا سيل، يعني باي هي اذا بغيتي انت مثلا تشري يو اس دي تي من شي شخص هنايا، وسيل هي اذا كانت عندك مثلا يو اس دي تي وباغي تبيعها عند شي شخص هنايا. هنا كتحدد العمله ديال البلد ديالك، هادو اللي توفرين دابا، مورا مثلا كتحددها صافي. مثلا بغيتي تشري من هذا الشخص هذا فكتعمل باي يو اس دي تي، هو كتدخل الحساب البنكي ديالك مع الحساب البنكي ديالو كيكون عندكم نفس الحساب البنكي، فكتسرد له الفلوس وهو كيسرد لك يو اس دي تي ديالك. هذه هي الخدمه ديال بي تو بي. اما اذا بغيتي عاوتاني تعمل سيل، هنا كتجي كتبيع، فانت مثلا نقول عندك 100 دولار ديال يو اس دي تي كتبيعها له، هو كيسرد لك نيشا الحساب البنكي ديالك. يعني بحال اللي كاين البي تو بي ديال المواقع الاخرين، المنصات الاخرين اللي دايرينها بحال هذا البي تو بي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نشرح لكم حاجات اخرين جدادين ابار بي تو بي. انا بغيت نركز لكم هنا على البي تو بي باش تحطوا بها فلوسكم، وكذلك كوبي تريدين. اما بالنسبه للناس اللي ما باغاش انها تخدم بالبي تو بي وباغا مثلا تنزل فلوس من شي منصه اخرى لهاد المنصه، الامر سهل. اجين هنا الاسيست، اجين هنا تعمل مثلا ديبوزيت باش اطلع على ديك لادريس ديالها، وتكو باش تطلع لك لادريس مثلا هنايا اوكي، غتختار هنا قبل العمله كتطلع لك هنا مثلا الادريس ديالك، كتختار مثلا هنايا نختار هذه الاي ار سي، موراها طلع لك هنا الادريس ديالك كتكوبيها وكتمشي للمنصه اللي باقي تحول منها الفلوس وكتحولهم ان هنايا، وكتوصل بفلوسك وكتجبرهم عندك في البالانس ديالك. بغيتي تسحب عاوتاني ما بغيتيش تسحب البي تو بي نفس الشيء، هادشي هنا الاسيس اتكي هنا في الويدراو باش كتسحب فلوسك. هنا موراها كتختار باش خصك مثلا هذا الحساب ديالك سبوت، موراها كتحدد العمله واش باغا البيتكوين يو اس دي تي، وكتعمل ويدرا، وهكذا كتكون ويدراويتي فلوسك. وان شاء الله استناوني الفيديو القادم حيت نهضروا على شي حاجات اللي مهمين بزاف بزاف في هذا المجال. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف بزاف. ما تنساوش انكم تشتركوا في المسابقه اللي كاينه في هذا الفيديو. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو فراسكم وسلامه.